ملايين الشباب دلوقتي أصبحوا متعلقين بلعبة بابجي ولعبة فورتنايت، وإحنا هنشوف دلوقتي نموذج لشاب فقد عقله لأنه قعد أسبوع كامل قدام اللعبة دي، وادي النتيجة زي ما انتوا شايفين. أتمنى إن كل طفل يشوف هذا الفيديو ويشوف إيه مصيره لو هو تعلق بشكل كبير بهذه الألعاب. طيب على الشمال فيديو لهذا الشاب قبل ما يفقد عقله، وعلى اليمين بعد ما قعد فترة طويلة على هذه اللعبة. بتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو ده عشان يكون عظة لكل طفل او شاب قاعد 24 ساعة على النت او على هذه الالعاب. هنشوف دلوقتي نماذج لبعض الشباب اللي ادمنت برضو اللعب وماسك التليفون. ادي هذا الشاب وهو نايم ايده في وضعية انه ماسك التليفون. اللي التقط له هذا الفيديو اخوه اللي دلوقتي هيحط الهاتف بين ايديه عشان يشرح لنا هو ليه ايده في هذه الوضعية. طيب الشاب اللي قاعد على الرصيف ده منشغل دلوقتي بلعبة بابجي، وانشغل ولم يستجب لحاجاته الطبيعية وتبول على نفسه اهو. طيب هنعرض شاب تاني من كتر قعدته على الموبايل أصبح بيتصور إن الموبايل موجود في إيده حتى وهو مش في إيده وعمال بيلعب أهو، ودلوقتي هو بيتعالج في مستشفى الأمراض العقلية. طب دلوقتي هنشوف حاجة غريبة جدا، شاب دخل غرفة العمليات عشان يعمل عملية ورغم إن هو تحت تأثير البنج إلا إن عقله الباطن برضه من كتر تعلقه بالمحمول إيده بتتحرك كأنها بتلعب على اللعبة، يعني إيده بتتحرك وهو تحت تأثير البنج وفي غرفة العمليات. أتمنى إن احنا نشير الفيديو ده عشان كل واحد وصل لمرحلة الإدمان سواء على الكمبيوتر أو الموبايل أو هذه الألعاب اللي أعدائنا صنعوها عشان يلهوا بيها شبابنا. أتمنى إن احنا نشير الفيديو ده عشان كل واحد يعرف إيه مصيره لو هو وصل لمرحلة إدمان الإنترنت.